خلال أيام العيد بتتنوع الوجبات وبتتعدد الأطباق، وبين الحلويات بمختلف أصنافها بيبقى الوقوع بمصيدة السعرات الحرارية هو المشكلة يلي ممكن إنه تواجهنا. واليوم مع الدكتورة ديانا فلوح، أخصائية بمجال التغذية، رح نتعرف سوا على نظام غذائي أفضل وسليم خلال أيام العيد. صباح الخير دكتورة صباح ديانا، الخير ليا، كل عام صباح وأنتي الخير زينب، بخير. بتنعاد عليكم يا رب وعلى كل المشاهدين. أكيد ليا، لكل حدا على طريق السفر بأولى أيام العيد كتير نصائح صحية ممكن تفيده، وتساؤلات كتير ممكن تخطر ببالنا كمان عن هالموضوع. يعني بدنا نحكي بشكل مفصل أكتر، وخاصة الأخطاء الشائعة بالعيد إنه يلا بناكل كل شيء بعدين بنعمل دايت. صح تحكي لنا عن 100%، هاي وخصوصي الطريقة. بهالإجازة الطويلة إجازة طويلة هي 10 أيام. عشرة عشرة أيام أيام غير أيام العيد المبارك، رح يكون في سفر. إذا ما سافرت الناس أصلاً من بدايتها، فكتير مهم ننوه وندير بالنا ويكون في تحضير مسبق لهذا الشيء. هلا نحن اليوم بأول أيام العيد، يعني بيكون اللي ضرب ضرب مثل ما بيقولوا، بس حتى للناس اللي هلا بدها تسافر او اخذت هالعطله لحتى حتى كله دسم وحلو تمام. اكلات عيد طيبه الاضحى يعني فرد الاساسي فيه هو الاضحيه الدسم. اللي بتصير والدسم واللحم فهمت. الاحمر، فهذا الشيء فعليا ممكن يكون عبء للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحيه مثل امراض ارتفاع شحوم الدم وامراض الكوليسترول وامراض الضغط وغيرها، بالاضافه للاشخاص اللي عندهم سكري. حتى الاشخاص اللي كانوا ماشيين على دايت ليوصلوا لعيد الاضحى ما عندهم اي مشاكل صحيه حيخرب. فالتحضير المسبق لهذا الشيء هو اللي بيكون مفتاح الحل. وبلكي اليوم لما نوعي صبايا بنصير ننتبه للاشخاص وشو اكثر شيء بيكتر بالعيد، المعمول والحلويات يلي الناس تنطر هالايام المباركه لحتى تاكل منها. تاكل منها اكيد، بس مو بكميه مفتوحه. ما هي دكتوره ديانا المشكله انه وين ما رحتي رح تنفرد لك 100%، الطاولات، ويعني معروفين بسوريا بالكرم وبالكرم وبكل حدا بده يباري الثاني، بالتنويع. وانه مثلا اليوم هلا من شوي كنت عندك، هلا بروح عند زينب بتروح صحيح. لعندك، فبدك تذوقيها بكل قطعه، هلا بدك اذا تحرجيها. بنعرف انه عندك اطيب شيء لازم نخبي القطعه الطيبه هناك لعندك او تماما. لا، يعني كيف فيكي انت ترضي هذا الحل، ترضي الناس وانه اوكي تاكلي قطعه مو على حساب صحتنا. يعني اليوم عم نوجه دعوه للاشخاص المضيافين ويلي رح يتضيفوا، انه ما في داعي نحن نيجي على حالنا كثير بموضوع تناول الحلويات، لانه مثل ما قلتي ليا، يعني وين ما حنروح حنلاقي في بيتي فور، في معمول، في كعك العيد، في الشوكولا، في القهوة، في العصير، غير العزايم اللي بتصير على الأكل. فنحن إذا بدنا ناكل، يعني ما رح نطلع اليوم لنحكي ما تاكلوا، بس بلكي إذا نوهنا اليوم كل شيء قديه فيه سعرات حرارية ممكن الأشخاص ينتبهوا أو يختاروا شيء صحي أو الأقل سعرات حرارية. والتوقيت دكتورة صح؟ والتوقيت يعني لازم يتغدوا بعدين يروحوا يعايدوا بعد فترة يفطروا منيحة. يفطروا إذا بدك قبل ما يتغدوا. يعني نحن بنقول إنه اليوم عيد ونحن ناطرين المعمول والحلويات بلا ما ناكل، مشان ناكل قدر الإمكان من هي القصص. هذا الغلط، هذا الغلط الأساسي، لأنه هي القصص ما رح تشبعنا أولا مثل ما نحن بنفكر، رح تعطينا سعرات حرارية جدا كبيرة ورح تسبب مشاكل يلي بصير مع كثير من الأشخاص بالعيد، الحرقة وسوء الهضم وعسر الهضم. فلا، نحن نبلش شو ما كان عندنا عزيمة زيارة لازم نبلش نهارنا بالإفطار. إفطار العيد لازم يكون الإفطار العادي، الحواضر، جمعة العيلة. ودائما العيد يعني مو بس بالأكل محوره، جمعات العيلة، بلكي جاية الناس اللي من برا يلي معهم كمان شوكولا، كمان لازم ننتبه لهي القصص. فيكون في فطور متبوع بسناك أو قطعة فواكه بالإضافة للغداء إذا نحن منا يعني نزور ونعيد بفترة المساء. لما نروح لعند شخص يلي عم بيزورنا ناخذ فكرة شاملة عن الضيافة. إذا بدنا نرتب بالترتيب معمول العيد أو كعك العيد، خلينا نبلش بالمعمول بالأول. معمول العيد اللي بيحتوي على المكسرات فيه أقل سعرات حرارية، بعده بيجي العجوة، تمر، وأخيرا الفستق. فنحن لما بنختار يفضل إنه نختار اللي فيه جوز، كلهم فيهم سعرات حرارية وكلهم معمولين بالسمن العربي وكلهم فيهم مصايب إذا بدنا نقول. بس بين قطعة لثلاث قطع هي الحصة اللي ممكن نتناولها باليوم،
وممكن نختار نحن قطعة، أو إذا كتير عبالنا قطعة تانية ممكن نلفها ونعتذر من الأشخاص يلي عم نزورهم إنه بدنا ناخدها معنا ناكلها بوقت لاحق. كعك العيد أكيد القرص الواحد ممكن يحتوي ل 200 سعرة حرارية، فإذا بناخد لشخص عم يعمل حمية خمس قطع او ست قطع من كعك العيد بيكون ما في داعي ياكل اي شيء ثاني بقلب النهار، بيضل يومه كله رياضه كله رياضه. وهذا الشيء للاسف كمان بيقل زينا بفتره العيد. صحيح. لانه الجيمات بتسكر، صالات رياضيه ما عاد تفتح، نحن بنصير نروح بسبب العجقه زيارات وما عاد في مشي، ما عاد في حركه. فهي النصيحه اذا زياراتنا قريبه او حتى بعيده يا ريت انه نحن نروح عليها مشي اولا، ونستخدم دائما نقول هاي نستخدم الدرج بدل الاسانسير حتى نحاول نحرق اكثر. ديانا كمان خلينا نحكي شوي، يمكن في عادات خاطئه اثناء الطعام. طبعا. يعني شرب المي اثناء الطعام، شرب العصائر اللي فيها سكريات كثير، هاي القصص هي اللي بتعمل كمان بطن عند كثير من الصبايا. طبعا. ويمكن ما يعرفوا شو السبب، هي عادات خاطئه. فخلينا نعرف شوي كمان، خاصه مع الحلو الواحد بيعمل خلينا نعرف شوي كمان امتى لازم الواحد يشرب مي، شو هي الفواكه اللي بتعطي سعرات حراريه زياده مع الحلويات، شو لازم ننمنع عنه بالعيد. بلش بموضوع المي، نصلح الخطا الشائع يلي دائما نحن اطباء الهضميه كنا بصدام بهي القصص. نحن بنشجع على شرب المي ايمت ما كان، باي وقت، قبل الاكل، مع الاكل، بعد الاكل. شرب المي عاده صحيه، وتفسيرها العلمي حسب الدراسات الأخيرة أنه حتى لو صار في تمديد للعصارات الهضمية مع شرب المي مع الأكل، فهذا الشيء ما بيسبب مشكلة، لأنه الجهاز الهضمي بيصير بشكل أوتوماتيكي يفرز عصارات أكثر للتعويض، وبالتالي بتحسن عملية الهضم. إذا بدنا نحكي على شرب المي مع الأكل، شرب أي شيء تاني مع الأكل غير محبز، لأنه حتى العصائر الطبيعية يلي حتى نحن المشروبات الغازية حكاية تانية، بس العصائر الطبيعية أو العصائر المحلات خلينا نقول هي مشكلة بحد ذاتها، حتى لو كان عصير فريش. يعني بدنا نعطي، أنا دائما بعطي هذا المثال، إذا بدنا نعصر كاسة عصير بردقان يلي هي نحن بنقول ما فيها كتير سعرات حرارية، نحن عم ناخذ المي والسكر فقط الموجودين بالبردقان. فلا يفضل هذا الشيء، يفضل انه ناكل الفاكهه مثل ما هي. فواكه الصيف كثيره يا جماعه، بليز ناخذ فواكه الصيف مثل ما هي، بتاخذ حجم بالمعده اكثر، بتعطينا الياف اكثر، وبنكون عم ناخذ سعرات حراريه وسكر اقل ما انه ناخذ نحن الكاسه بس بعصير. المشروبات الغازيه وهذا الشيء كثير مضر للاطفال خاصه يلي بيستغلوا فرصة العيد لحتى يتناولوها بكميات كبيرة. الأطفال بمرحلة عمرية هنا بحاجة للكالسيوم، ومشرب هالنوع من العصائر أو المشروبات الغازية بيخليهم يقللوا امتصاص الكالسيوم الضروري، خاصة حمض الفوسفوريك الموجود بالمشروبات الغازية. فلا يفضل انه نحن نتناول، او اذا تناولناها تمرق، يعني كاسه واحده، مع العلم انه كاسه واحده ممكن يكون فيها 6 معالق سكر زائد الحلو اللي عم غير بحلو. الحلو غير الاكل غير البيتيفور والبسكوت حتى السعرات الحراريه الموجوده، حتى في فواكه كمان يمكن فواكه. فيها كثير مثل التين والعنب، هدول كثير فيهم كميات كبيره فيهم من السكر. سعرات حراريه زينب، بس يعني بتضل اخف واحسن من الحلويات الثانيه اللي بدها تكون. فنحن هون يعني بنناشد الاشخاص يلي عم تعمل حلويات او يلي بدها تقدم اطباق ضيافه بالعيد، انه تاخذ او تحط يعني الفواكه المجففه او حتى الفواكه العاديه ضمن قائمه الضيافه، لانه اولا هي شيء ارخص وممكن يتأمن بسهولة أكثر من الحلويات يلي للأسف هلأ صارت تكتر أسعار تحصيلها، مناسبة جدا لكل الأشخاص، الأطفال، الحوامل، الكبار بالعمر، وحتى الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسكري يلي لازم ينتبهوا كتير لمدخول السكر، وتبقى الفواكه شيء ممكن يتناولوه بحرية أكثر من المعمول وكعك العيد وغيرها من الحلويات. نعم دكتورة ديانا، يمكن على تغيير الطقس كمان المعدة بتتعب والجسم بيتعب. صحيح. بالإضافة للأكل وتخبيصات، وعند الكبار وعند الصغار أيضا. طبعا. خلينا نحكي، يمكن كتير بيصير من حالات التسمم، إما الإقياء أو الإسهال. صح. أو هدول القصص يلي بتصير نتيجة التخبيص بالأكل وبالطقس كمان من منطقة لتانية. صح. خلينا نحكي عن إسعافات أولية إذا كنتي بمنطقة
يمكن بعيدة عن مشفى أو بعيدة عن دكتور، شو الأم لازم تعمل إسعافات طبعا. أولية لابنها أو لزوجها؟ للأسف يفسر مرات عسر الهضم على أنه هو شيء من حالات السمية. نحن بنفكر إذا سافرنا فترة طويلة على تغيير الطقس وعلى تغيير الأكل نحن صار معنا هذا الشيء، بس حل المشكلة ممكن يكون جدا بسيط، هو بشرب المي. شرب المي مرات هو أو التجفاف، خلينا نقول قلة شرب المي هي سبب لحدوث كثير من المشاكل بأيام العيد، فعلينا فيها دائما، سواء كنا على طريق سفر سواء كنا بمطارح بعيدة عند أشخاص حسينا بأي نوع من عدم الراحة، المي هي السلاح الأحسن. أكيد بمراحل معينة بيصير في داعي لنروح للمشفى، لما يصير مترافقة بإقياءات أو بإسهالات شديدة أو حتى بإمساك، وهذا الشيء ممكن يكون نتيجة إما عدم نظافة أكل معينة أخذناها. لا تنسي ليا نحن كمان هلأ بفترة فيها شوب كتير من الصيف، والمساء يكون برود، يعني الطقس والمساء برود، اختلاف درجات الحرارة ممكن يكون سبب، خاصة للمأكولات اللي بتكتر بالعيد، التفريز وفك التفريز بالمطاعم. قد ما كان يعني حريص صاحب المطعم أو الأشخاص اللي عم بيقدموا الأكل على هذا الموضوع رح يصير فيه غلط. شاورما والشغلات اللي فيها لبن، ساندويش الفلافل وغيرها، كلها معرضة، يعني هي أوساط لحتى تاخد كتير جراثيم. فالأشخاص اللي عم يتناولوا هاي الأنواع من المأكولات بفترة العيد هن معرضين جدا لهذا الموضوع، يفضل تجنبها. يعني الوقاية دايما، مثل ما بنقول التغذية هو علم وقاية، إذا نحن بنعرف نستخدمه مزبوط ما بيصير معنا أي مشكلة صحية. فالوقاية بأنه نحن نبتعد عن هاي الأيام، خاصة بالعجقة يلي بتصير على المحلات صحيح. بفترة العيد، فأحسن شيء إنه نحن نتجنب هذا الشيء حتى ما يصير معنا مضاعفات الغير مرغوبة. طيب دكتورة، خلينا نحكي كمان عن أهم النصائح اللي ممكن تتوجه لها بالختام لكل اللي عم بيشوفنا وعم يسمعنا، وخاصة اللي عندهم طرقات سفر طويلة، بتعرفي بيأكلوا غذاء غير صحي على طريق السفر، فشو بتنصحيهم وشو بتنصحي كل العالم إنه يتجنبوا خلال فترة العيد؟ تمام. بالنسبة لموضوع السفر، تحضير السلة الغذائية اللي ممكن ناخدها على طريق السفر، شو ما كان نوع السفر بالبر أو حتى بالجو، يفضل دائما يكون معنا بالجزدان شيء من الفواكه المجففة، من المكسرات، وأكيد المي. المي هي شيء اللي لازم يكون معنا وين ما رحنا. درجة حرارة المي ما كتير بتمنى نختلف عليها، درجة الحرارة اللي بحبها الشخص ما في مشكلة، بس سواء كنا مسافرين بطيارة يفضل إنه يكون معنا شيء غير سائل، يعني مثل العصائر أو الشوكولا اللي أصلا بيمنعوا إنه هيك نوع من السفريات. إذا كنا مسافرين بالبر يفضل دائما يكون معنا، أحسن ما يكون معنا الشيبسات والمشروبات الغازية، يفضل إنه يكون في مكسرات، الفواكه المجففة يلي بتلقى، لأنه جزر خس، الجزر الخس بجوز هي الأنواع من الخضار حتى زينب يعني تدبل شوي على طريق السفر، فمشان هيك إنه على الفواكه المجففة والمكسرات. ما في شيء يتجنبوا، لأنه شو ما كل ممنوع مرغوب، يعني يأكلوا بكل شيء باعتدال، حتى الحلويات والمعمول يلي حكينا عنها كتير يتناولوها. وجبات العيد سواء كانت بمطاعم أو بالبيوت ناكل دائما، ونحاول نكتر من الخضار الموجودة فيها أحساب النشويات. هي النصيحة بتناسب كل الأشخاص يعني بينزلوا وزنهم أو بيعانوا من مشاكل مثل السكري، ارتفاع الضغط وشحوم الدم، نختار السلطات ونبلش فيها دائما. وأخيرا التحلاية ما تكون مباشرة بعد الوجبة الرئيسية، مثل الشاي والقهوة اللي كمان ممكن يسبب لنا إرهاق أو نوصل لساعات متأخرة رحنا ما عنا أي طاقة، رغم أنه عم نشرب الكافيين، لأنه تجاوز 3-5 فناجين بالنهار من القهوة العربية المرة اللي بتكتر بأيام العيد ممكن يسبب لنا كثير من الإزعاجات. أكيد نوصل لآخر النهار نحن متضايقين فعليا، مع أنه مفروض تكون هالإجازة فرصة لأنه نرتاح، بس ما نخلي الأكل هو سبب إزعاج عطلتنا. دكتورة ديانا، إحنا كتير بدنا نشكرك، وأكيد كل المشاهدين استفادوا من كل التفاصيل يلي قدمتي لنا ياهن. ينعاد عليكي، ينعاد عليكي المرض عن الكل، والتغذية الصحيحة هي الأنسب يا رب. مرسي. ينعاد عليكم زينب وليا وعلى كل مشاهدين إخباري يسوي. أكيد ينعاد على عائلتك، وإن شاء الله أيام هالعيد بيكونوا يتقيدوا كل اللي شافونا بهي التعليمات، يعني الاعتدال أهم شيء، وإن شاء الله يكون استفادوا. شكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا. شكرا لك.